الظهيرة من الميادين والبداية مع العناوين. نشيع فتى فلسطيني استشهد بنيران قائد لواء إسرائيلي قرب الرام في رام الله، وإصابة جندية إسرائيلية بجروح عند مخيم قلنديا. الجيش السوري يصد هجوما عنيفا للجماعات المسلحة غرب حلب. عشرات الشهداء والجرحى في غارات على صنعاء وصعدة والحديدة، وأنباء عن موافقة سعودية على هدنة لخمسة أيام في اليمن. روسيا ترحب بتشكيل قوات عربية مشتركة لمحاربة داعش، وتبدي استعدادها لتقديم الدعم السياسي والقانوني لهذه القوات عبر الأمم المتحدة. ظريف يقول الاتفاق النهائي بحاجة لقرار سياسي، وعلى الغرب الاختيار بين الاتفاق ومواصلة الضغوط، وأمان يتحدث بعد عودته من طهران عن تفاهم أفضل. شيع الفلسطينيون بعد ظهر اليوم شهيدا سقط صباحا بنيران جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرام قرب رام الله في الضفة الغربية. وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن قائد لواء بنيامين في الجيش الإسرائيلي العقيد إسرائيل شومر هو من أطلق النار على الشاب أثناء محاولته رشق سيارته بالحجارة. وفيما ينتظر أن يشيع الشهيد اليوم، عززت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الأمنية تحسبا لأي مواجهات. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندية إسرائيلية بجروح عند معبر قلنديا من جراء إلقاء فلسطينيين زجاجات على الجنود الإسرائيليين. وعبر خدمة السكايب ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. مساء الخير ناصر. إذن هل تم تشييع جنازة الشهيد، وماذا أيضا عن حالة الاستنفار التي حكي عنها في الضفة الغربية، وأيضا ماذا عن صلاة الجمعة في القدس وفي المسجد الأقصى؟ صحيح وفاء، الالاف شيعوا الشهيد محمد كسبي، وكان هناك ايضا حضور مسلح، تم اطلاق النار في الهواء قبل ان يوارى الثرى. الدفن تم بمخيم قلنديا الملاصق للحجز العسكري، المعبر الكبير المسمى حاجز قلنديا. ثالث شهيد من نفس الاسره، اخواه الشقيقه المستشهدات من 2001 و2002. صور الثلاثة شهداء ثلاثة إخوة كانت مؤثرة جدا على الجمهور في رام الله في الجمعة الثالثة من رمضان. جيش الاحتلال حاول في البداية أن يتنمر على الفلسطينيين، رشق بحجارة شديدة جدا وجرحت مجندة، فتوقفوا خلف الجدار إلى حين التشييع، وكان هناك الكثير من الفلسطينيين شيعوهم. في نفس الوقت مئات ألاف الفلسطينيين، هناك أرقام غير مضبوطة ما بين 200 إلى 300 ألف فلسطيني رغم كل الحواجز العسكرية وصلوا إلى الأقصى وصلوا فيه. انتشار الشرطة الإسرائيلية غير مسبوق، ليس فقط في داخل القدس والأسوار، تقدر بأعداد الشرطة الإسرائيلية 10,000 شرطي داخل وخارج السور، لكن في الضفة الغربية هناك نشر لقوات المشاة من كتيبة المشاة من لواء ناحل، وهنالك أيضا كتيبة أخرى نشرت أسود الأردن، نشرت في مدينة أريحة على الحدود مع الأردن. هذا انتشار عسكري غير مسبوق منذ 2002 في الضفة الغربية. الجو متوتر وغاضب، والفلسطينيون يعتبرون، حتى السياسيين الذين تحدثنا معهم، أن هذه أوامر سياسية بقمع وتشديد القمع ضد الفلسطينيين، وقيام الجنرال الإسرائيلي بإطلاق النار على الشاب. الرواية الفلسطينية مختلفة تماما عن الرواية الإسرائيلية، هذا قتل عمد، ولم يكن يشكل الأطفال في الرام القريب من قلنديا أي خطر على حياة الضابط، لكن الجنرال الإسرائيلي أراد أن يعطي نموذجا لباقي الجنود فتح إطلاق النار وقتل الأطفال مسموح. نعم، ماذا عن الصلاة في المسجد الأقصى، ونحن نعلم اليوم الجمعة وفي أيام رمضان الكريم، هل كان هنالك مشاركة، وخصوصا في ظل هذه الإجراءات الأمنية المكثفة من قبل سلطات الاحتلال والجيش الإسرائيلي؟ بخلاف الجمعتين السابقتين، قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية أصدر أوامر ثلاثة. واحد، منع سكان غزة من المشاركة في صلاة الأقصى وحتى تصاريح جمع الشمل مع الضفة الغربية، فقطعت قطاع غزة بالكامل، لم يصلوا اليوم في الأقصى. ثانيا، النساء من عمر 16 إلى 30 ممنوع أن يدخل الفلسطينيات إلى الأقصى إلا بتصريح خاص.
الرجال من حتى عمر 50 عاما يحتاجون الى تصاريع عسكريه خاصه، ومع ذلك هب الفلسطينيون هبتهم ووصلوا كما قلنا الرقم، هناك من يتحدث عن 300 الف مصلي في الجمعه الرمضانيه السادسه يقوم سدنة الأقصى بخدمتهم، وقد أيضا أقاموا صلاة الفجر وأقاموا الليل طول، بالأمس هنالك من ناموا في المسجد الأقصى حتى لا يغادروا، بل منقطع النظير من أهل الضفة الغربية باتجاه الأقصى وباتجاه داخل الخط الأخضر كله. نعم، ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين كنت معنا من بيت لحم عبر خدمة السكايب، شكرا جزيلا لك. وفي شأن فلسطيني آخر، أثار شريط مصور لأحد أفراد داعش وهو يحمل تهديدا بالقتل لسكان القطاع قلقا حقيقيا في غزة. تهديدات داعش هذه وإن لم تكن جديدة بحسب خبراء، إلا أن الجهات الرسمية في غزة تتعامل معها بكل جدية. تقرير أحمد غانم. نحرضكم يا إخواننا. هذا الشخص هو أحد الفارين من غزة بعد إدانته على خلفية أخلاقية بحسب مصادر أمنية، يظهر اليوم كأحد أفراد تنظيم داعش في سوريا وهو يحمل تهديدا صريحا لمن سماهم المرتدين في غزة بالقتل وإباحة الدماء، مستشهدا بما حصل في مخيم اليرموك. والله ما فعلناه في مخيم اليرموك والله لنعيدن الكرة ولنكررن هذا ما حصل في غزة بإذن الله، والله لتشهدن غزة دماء. تهديدات داعش هذه تأتي بعد شهر كامل على سلسلة تفجيرات هزت مناطق مختلفة من القطاع، تبنى داعش معظمها في بيانات منفصلة واعتبرها ردا على ممارسات الأجهزة الأمنية ضد أبنائه بحسب قوله. وبعد أقل من أسبوعين على مقتل أحد مسلحي داعش خلال اشتباك مسلح مع أفراد الشرطة وسط مدينة غزة، تهديدات تأخذها الجهات المختصة على محمل الجد. يجب أن لا يستهان بأي شيء وأن توضع كل الأمور موضع الجد، لكن أنا أعتقد أن الذي حدث هي تهديدات لن تخيف غزة ولا تؤثر عليها. أنا على يقين بأنه صناعة مخابرات ومخابرات عالمية تهدف إلى تمزيق العالم العربي. الأجهزة الأمنية في غزة لا تخفي قلقها إزاء مخاطر التنظيم، فأعلنت وزارة الداخلية نشر قواتها على الحدود مع مصر تحسبا لأي طارئ. وفيما تأخذ تهديدات داعش لغزة شكلا تصاعديا، فإن وحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لفكرة وجوده جملة وتفصيلا قد يعزز من مواجهته إن صار حقيقة على الأرض. أحمد غانم، غزة، الميادين. إلى سوريا، حيث أفادت مراسلة الميادين بأن الجيش السوري بدأ اقتحام حي النشوة آخر معاقل داعش جنوب الحسكة. وفي حلب، أفاد مراسلنا بصد الجيش السوري لهجوم واسع للمسلحين على جمعية الزهراء غرب المدينة. الاشتباكات العنيفة التي اندلعت كانت بفعل عملية أطلق عليها المسلحون عملية تحرير حلب. السيطرة على مدينة حلب هدف الجماعات المسلحة شمال سوريا. هجوم هو الأعنف على جبهة جمعية الزهراء غرب المدينة يشنه مقاتلون من فصائل عدة، منها جبهة أنصار الدين وجيش المجاهدين والأنصار، إضافة إلى غرفة عمليات أنصار الشريعة المؤلفة من جبهة النصرة وأحرار الشام وغيرهم. اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش السوري على هذه الجبهة، وعلى الرغم من سيطرة المسلحين على عدد من الأبنية إلا أنهم عادوا وانسحبوا منها بعد محاصرتهم فيها. المعارك تمتد أيضا إلى ريف حلب الشمالي عند الحدود مع تركيا، لكن المعارك هنا يخوضها مقاتلو الفصائل المسلحة وعلى رأسهم مقاتلو جبهة النصرة في وجه مقاتلي تنظيم داعش. أصوات الاشتباكات والانفجارات سمعت من بلدة كيليس الحدودية القريبة من مدينة عزاز. مع اشتداد حدة القتال وارتفاع وتيرة المعارك عند الحدود، كثفت تركيا تعزيزاتها العسكرية على مقربة من مناطق القتال. الجيش التركي أرسل عتادا إضافيا ونشر جنوده عند المناطق الحدودية.
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو كشف أن هذه الإجراءات تأتي لحماية الحدود، مشيرا إلى أنه إذا حدث أي شيء من شأنه تهديد الأمن التركي فإن بلاده ستتحرك على الفور، ولكن من الخطأ التوقع أن تركيا ستقوم بمثل هذا التدخل الأحادي الجانب في الوقت القريب ما لم تكن هناك مخاطر على حد تعبير أوغلو. هذه التصريحات تأتي بعد أيام من إقرار مجلس الأمن القومي التركي خططا عسكرية قدمها رئيس الأركان لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا على امتداد الحدود مع تركيا بطول 110 كيلومترات وبعمق 30 كيلومترا. ومن مدينة حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. إذن رضا، بعد هذا الهجوم العنيف والذي وصف بالأعنف منذ 3 سنوات بعد سيطرة المجموعات المسلحة على المناطق الشرقية، كيف تبدو الأوضاع في أحياء حلب وما هي الفصائل الأساسية التي شاركت في هذا الهجوم؟ نعم وفاء، فعلا بعد الهجوم على جمعية الزهراء وهدوء جمعية الزهراء وتمكن الجيش السوري من صد الهجوم على هذه الجبهة التي تعتبر بوابة حلب الغربية وتعتبر فيها المركز الرئيسي للمخابرات الجوية وهي الجبهة الساخنة دائما في حلب، هدأت هذه الجبهة تماما. تمكن الجيش السوري من صد الهجوم وتمكن من سحب جثث بعض قتلى الجماعات المسلحة خاصة من جيش المجاهدين والأنصار. شاهدنا صور لأربع جثث قيل بأنهم شيشانيين ليسوا بسوريين، تمكن الجيش السوري من قتلهم وسحب جثثهم إلى داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري. بعد ذلك انتقلت المعارك إلى جبهة الراشدين، الجبهة الغربية المشتركة مع البحوث العلمية. الجماعات المسلحة تقريبا منذ الساعة 11 صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة تشن هجوم عنيف جدا على البحوث العلمية، تحاول إحداث أي خرق على هذه الجبهة. إلى الآن لم تتمكن من إحداث أي خرق على هذه الجبهة وما يزال الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على جبهاته الغربية وصد كافة هجمات الجماعات المسلحة التي تقود عملياتهم في جبهات حلب الغربية، جبهة النصرة التي أحضرت قوات وحشد كبير من قواتها من إدلب باتجاه جبهة حلب وشكلت أنصار الشريعة من أجل فتح حلب ومعركة فتح حلب في مرحلتها الثانية. كما أشرت إلى الآن هذه المعارك فاشلة، لم تتمكن الجماعات المسلحة من إحداث أي خرق أو التقدم في أي مبنى من مباني الجبهة الغربية سواء على جبهة الراشدين والبحوث العلمية أو على جبهة جمعية الزهرة. نعم رضا، هل علمت حجم الخسائر التي تكبدتها هذه المجموعات المسلحة ولا سيما الحديث عن سحب بعض الجثث لهؤلاء المسلحين ومن جنسيات أجنبية؟ نعم وفكما أشرت هناك جثث قتلى سحبها الجيش السوري يقول بأنها شيشانية وليست سورية. أما أعداد القتلى فإلى الآن الجماعات المسلحة اعترفت بما يقارب 10 قتلى لها على جبهة جمعية الزهرة. أما جبهة الراشدين إلى الآن لم تهدأ هذه الجبهة لكي تعترف الجماعات المسلحة بقتلها. بالعادة الجماعات المسلحة تعترف بالقتلى من المقاتلين السوريين وخاصة أبناء الريف حلب الشمالي وهم 10 أشخاص إلى الآن اعترفوا بمصرعهم على جبهة جمعية الزهرة. أما القتلى الشيشانيين والقتلى الأجانب إلى الآن لا يتم الاعتراف بهم وهذا ما يجري حاليا. مثلا إلى الآن الجماعات المسلحة لم تعترف بمقتل الجثث الأربعة، أصحاب الجثث الأربعة التي سحبها الجيش السوري وهم من يحملون الجنسية الشيشانية. أما جبهة جمعية الراشدين والبحوث العلمية كما أشرت الجبهة لم تهدأ بعد، لم نتمكن بعد من معرفة خسارة الجماعات المسلحة، ولكن الجيش السوري يستهدف عبر الطيران الحربي خطوط امداد الجماعات المسلحه وحركاتهم في الخطوط الخلفيه اضافه الى استهدافه للخطوط المتوسطه للجماعات المسلحه بالصواريخ الثقيله والمتوسطه من خلال نظام صاروخي كثيف جدا. الى الان لم نشهد قبل هذا اليوم، كانت معركه فتح حلب الاولى الكثافه الناريه ضخمه جدا، ولكن فعلا اليوم كانت الكثافه اضخم بكثير مما كانت عليه في المرحلة الأولى لمعارك فتح حلب عندما صد الجيش السوري الهجوم الأول على جبهة الراشدين. نعم. والبحوث العلمية. طيب رضا، بسؤال أخير، القول بأن الجيش السوري يطلق بين الصاروخ والصاروخ صاروخ في أقل من ساعة، أطلق الجيش السوري ما يقارب 40 صاروخ على جبهة الراشدين في صد الهجوم الجماعات المسلحة. طيب رضا، بسؤال أخير، ما أهمية هذه جمعية الزهراء، هذه المناطق التي تعرضت لهذا الهجوم وهو الأعنف كما ذكرت، وأيضا الراشدين، ما أهمية هذه المواقع التي حاولت الجماعات المسلحة خرقها اليوم؟
وفلعل هذه المواقع باتت رمزية أكثر منها استراتيجية وعسكرية. أهمية جمعية الزهراء والمخابرات الجوية، ما تعني هذه الكلمة المخابرات الجوية بالنسبة للجماعات المسلحة التي حاولت عدة مرات وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية أحداث أي خرق على هذه الجبهة وفشلت فيها، لذلك تعتبر هذه الجبهة رمزية بالنسبة للجماعات المسلحة تحاول الاقتراب من مبنى المخابرات الجوية، إلى الآن فشلت. أما هذه الجبهة أيضا تعتبر هي أقرب جبهة بالنسبة للمباني السكنية غرب مدينة حلب. أما البحوث العلمية أيضا تعتبر رمزية البحوث العلمية، ونظرا لأن مركز البحوث العلمية قريب من منطقة حلب الجديدة وهي أيضا الجبهة الغربية لحلب على امتداد جمعية الزهراء، في حال هذه الجبهة من جمعية الزهراء إلى الراشدين والبحوث العلمية تشكل بوابة حلب الغربية والبوابة الغربية للأحياء التي يسيطر عليها الجيش السوري من حلب. نعم رضا الباشا مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من حلب، شكرا جزيلا لك. نفى الإعلام الحربي لحزب الله حصول أي عملية عسكرية في منطقة الزبدان بريف دمشق أو قصف على مواقع المسلحين هناك خلال الساعات 48 الماضية، وأكد أن كل ما تناقله أو تناقله الإعلام عن هذا الموضوع عار من الصحة. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للميادين أنه مجبر على احترام قرار تجميد مشاركة سوريا في أي اجتماعات للجامعة العربية، وأن سحب مراجعة هذا القرار يتوقف على الدول العربية. هذا يتوقف على علاقة الدول العربية المنفردة. أنا أمين عام جامعة الدول العربية، لدي قرار من قمة وقرار وزاري أن ألا تجميد مشاركة سوريا في أي اجتماعات. هذا يعني هذا ليس رأيي، أنا عندي ده ولازم ألتزم. إلى العراق، حيث تشهد أحياء بيجي عمليات أمنية تهدف إلى إكمال حصار الصينية وقطع طرق إمداد داعش. التفاصيل في التقرير التالي لعبد الله بدران. عمليات عسكرية ومعالجات أمنية تعيشها أحياء بيجي شمال غرب تكريت مركز محافظة صلاح الدين. الهدف قطع خطوط إمداد داعش بين البوجوار والمصفات النفطية شرق المحطة النفطية الأكبر وبين منطقة 600 دار من الغرب، وقبل ذلك كله إكمال حصار الصينية. ما تحرر من بيجي مركز القضاء وأحياء النفط والعسكري وتل البوجرة والسكك، وقبلها قرية المزرعة والملحة الجديدة. التقديرات تشير إلى وجود قرابة 500 مسلح من داعش شمال غرب تكريت، مهمتهم بحسب الاستخبارات فتح جبهات مشاغلة لمنع إكمال تحرير ما تبقى من المصفات، وكذلك إبقاء السيطرة على منطقة الفتحة، حيث النقطة الاستراتيجية الأهم بحكم موقعها الرابط بين محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى. معلومات الأجهزة الأمنية وفصائل للمقاومة والحشد الشعبي تقول إن التحرك سيكون على أساسها، وستكون العمليات الأمنية باعتماد أسلوب الالتفاف الأوسع في الميدان وقطع خطوط الإمداد والاعتماد على توجيه ضربات صاروخية ثقيلة على بنك الأهداف. هنا طائرات تلتقط تحركات المسلحين بين الأحياء، وهنا مشاغلات أمنية عند أطراف الصينية غرب بيجي. مواجهة النفس الطويل مع داعش مستمرة، وبغداد لم تحسم خيارها بعد في توسيع تنسيقها مع دول المواجهة مع التنظيم بشكل رسمي، فيما الفصائل والحشد الشعبي على الأرض يتحركان كما يؤكدان وفقا لمتطلبات الميدان والحاجة العراقية إلى نجاح المعركة. استشهد 17 يمنيا وأصيب عشرات آخرون في غارات سعودية على اليمن خلال الساعات 24 الماضية. الغارات استهدفت مدن صنعاء والحديدة وصعدة لتتفاقم أكثر فأكثر الأزمة الإنسانية في هذا البلد. الحديث داخل أروقة الأمم المتحدة عن هدنة إنسانية مؤقتة لم يخفف من حدة الغارات السعودية على المدن اليمنية كافة. غارات تواصلت بوتيرة العنف نفسها، حاصدة معها أرواح العشرات، معمقة بذلك من فداحة الوضع الإنساني.
لم يعر هذا الرجل اهتماما لإصابته البالغة، فهمه فقط إيجاد ابنته حية تحت الأنقاض. واحد هذا البنت الثانية يعني هذه بنتي. مأساة تتكرر مع كل غارة سعودية تستهدف المباني السكنية الآمنة. الساعة 10:30 كنا جالسين في البيت فسمعنا ضرب الطيران، فأقبلنا إلى المكان على طول، هرانا عليه إحنا والجيران، فقمنا بإسعاف الناس اللي كانوا داخل. أكثر من 14 شهيدا حصيلة الغارات في أقل من 24 ساعة. 3 مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا على أثر استهداف الغارات المنازل في حيي النهضة وذهبان بالعاصمة صنعاء. طيران التحالف السعودي شن أيضا غارة على مبنى الاتصالات في مديرية همدان، فيما استهدفت غارة أخرى جبل عطان. وفي الحديدة شمال غرب البلاد أدت الغارات السعودية إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات بعد استهداف إدارة أمن بيت الفقيه في المدينة، مشهد تكرر في صعدة حيث استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون بغارات على منازل في منطقة الطلح بمديرية سحار، فيما أصيب 10 أشخاص جلهم من النساء والأطفال في غارات استهدفت حارة الضباط بالمدينة من دون أن تنال من عزيمة المواطنين. الحمد لله على كل حال، وأحنا صامدون رغم عدوانهم حتى لو قصفوا وضربوا مهما كانوا، وأحنا مضحين بأنفسنا وأولادنا مهما استمروا. الجوف ومأرب عدن نالت هي الأخرى نصيبها من الغارات التي خلفت دمارا هائلا وإصابات في الأرواح. ومن صنعاء ينضم إلينا مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. مساء الخير أحمد. إذن ما هي آخر التطورات الميدانية في صنعاء، وهل لا تزال الغارات مستمرة على مختلف المناطق اليمنية؟ مرحبا وفاء. بالنسبة للغارات ربما توقفت منذ ساعتين تقريبا. كان هناك غارة أخيرة شنتها طائرة التحالف واستهدفت مجددا منطقة فج عطان في جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء، لكن هذه الغارة التي جاءت بعد ساعات من غارات مكثفة ومركزة استهدفت عدة مناطق في العاصمة صنعاء، وحتى هذه اللحظة وفاء ما زلت أشاهد سحب الدخان تتصاعد من وسط المؤسسة، مؤسسة التموين العسكرية ومخازن التموين التابعة للمؤسسة الاقتصادية العسكرية منذ أكثر من 10 ساعات تقريبا، وسحب الدخان تتصاعد من هناك بعد استهداف هذه المخازن بعدة غارات، ما أدى إلى سماع ذوي انفجارات هائلة من هناك. هذا التكثيف للغارات وبشكل عشوائي واستهداف العديد من الأحياء السكنية في شمال وجنوب وشرق وغرب العاصمة اليمنية أيضا جاء بعد أنباء كانت قد تحدثت عن هدنة إنسانية وافق عليها وزير الخارجية السعودي ليأتي الرد بهذا الشكل من الغارات المكثفة على صنعاء وعلى العديد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك صعدة التي تستهدف بشكل يومي بمناطقها الحدودية وأيضا بمنشآتها الحكومية والعسكرية والمدنية ومنازل مواطنيها هناك. كان هناك غارات مكثفة على منطقة رازح ومناطق شدة وأيضا مناطق أخرى في صعدة، وهناك أيضا حالة نزوح كبيرة ووضع إنساني صعب في صعدة وأيضا في حجة وفي الحديدة. هنا في صنعاء أيضا بفعل الغارات المستمرة وأيضا بفعل الحصار المفروض على اليمن ومنع وصول إمدادات الإغاثة، المستشفيات الحكومية تعيش وضعا صعبا وهناك. شكرا لك أحمد عبد الرحمن، نعم مدير مكتب الميادين في صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. إلى ذلك وجه زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي كلمة إلى قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، أكد فيها أن اليمن كان وسيبقى مقبرة للغزاة وعصيا على الطغاة، وأضاف أن جبهة الحرب على بلاده تضم أمريكا وإسرائيل داعيا الجيش إلى التماسك والصمود. كان اليمن ولا يزال وسيبقى مقبرة للغزاة ومقتلة للعملاء والخونة وعصيا على الانكسار لجبروت المجرمين والطغاة والمستكبرين. أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عدة اتصالات انتهت بوعد سعودي بهدنة من طرف واحد لمدة 5 أيام في اليمن،
ورسولنا أضاف أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وافق خلال اتصال مع بان كي مون على هدنة إنسانية تعلن من طرف واحد وقد تبدأ اليوم. وأضاف أن وفدا من حكومة خالد بحاح يلتقي مسؤولين في الأمم المتحدة في نيويورك لبحث تطبيق القرار 2216. نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عن الأمين العام للمنظمة بان كي مون دعوته جميع الأطراف اليمنية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في اليمن حتى نهاية شهر رمضان لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. الأمين العام يدعو مجددا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والقتال في اليمن من أجل المساعدة على الحلول دون وقوع كارثة إنسانية، كما أنه يحث الأطراف على هدنة فورية حتى نهاية شهر رمضان لكي يتسنى إيصال المعونات الإنسانية إلى المدنيين. إلى ذلك قال قيادي رفيع في أنصار الله للميادين إن الهدنة المفترضة تجري بالتنسيق مع الحركة ولكن توقيتها لم يحدد بعد. وأضاف أن أنصار الله طلبوا بتثبيت هدنة إنسانية على أن تلتزم تنفيذها السعودية وتشرف عليها الأمم المتحدة. القيادي أكد أن الهدنة جاءت نتيجة ضغوط أممية وإقليمية، وأضاف أن السعودية وافقت عليها بعد فشلها في تحقيق أهدافها، ورأى أن توقف العمليات العسكرية في الجنوب وفي مناطق أخرى مرتبط بتوقف السعودية عن دعم وتمويل من وصفهم بالإرهابيين. وكشف أن قادة أنصار الله في مسقط التقوا على مدى اليومين الماضيين سفيرة الاتحاد الأوروبي، وأكد أن المبعوث الأممي سيزور مسقط لبحث موضوع الهدنة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق النهائي بحاجة إلى قرار سياسي، وعلى الغرب أن يختار بين هذا الاتفاق أو مواصلة الضغوط. وفي تصريحات من فيينا صباح اليوم أشار ظريف إلى أن المحادثات حققت تقدما كبيرا مقارنة بما كانت عليه في بداية الجولة الحالية، لكنه لفت إلى أنه لا تزال هناك رؤى متباينة بشأن بعض القضايا وخلافات حول بعض المسائل الفنية. من جهته قال يوكي أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هدف زيارته لطهران كان تسريع التفاهم والتعاون لحل المسائل المتبقية والمرتبطة ببرنامج إيران النووي. أمانو الذي عاد إلى فيينا بعد زيارة إلى طهران أعرب عن اعتقاده بأن إيران ومجموعة السداسية الدولية توصلتا إلى تفاهم أفضل حول بعض المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا الحاجة إلى جهد أكبر في هذا المجال. ومن فيينا ينضم إلينا مفد الميادين علي هاشم، وكذلك من طهران ينضم إلينا مدير مكتب الميادين محمد حسن البحراني. سأبدأ معك علي، إذا هل نستطيع أن نقول بالفعل وتوصيف حالة من الجمود تسود هذه المفاوضات؟ وفا يعني في الواقع يمكن القول بأنه خلايا الأزمة تعود وتتجدد كل يوم بعد يوم، يعني بعدما يتم الاتفاق على أمر ما يعني يظهر إلى العلن أن هناك محاولة جديدة للالتفاف على هذا الاتفاق ومحاولة يعني فرض أمور جديدة. هذا ما يعني يصلنا من خلال المصادر المتابعة للمفاوضات. هناك أكثر من مسألة، يعني تحديدا فيما يتعلق بموضوع الدخول إلى المواقع الحساسة، كان هناك طرح أمريكي ونحن اليوم كتبنا عنه في موقع الميادين دوت نت حول هذا الأمر بالتفصيل. هذا الأمر يعني كان هناك طرح أمريكي في هذا الإطار من أجل ربما إعطاء المزيد من الضمانات لإيران، وذلك لكي توافق إيران على هذا الموضوع، من خلال أيضا إيجاد نوع من اللجنة الدولية لتقييم ما إذا كانت هذه الموقع الذي تتحدث عنه مثلا وكالة الطاقة الدولية يستحق أن يتم الدخول إليه. طبعا جرى تقديم عرض مفصل إلى الإيرانيين بهذا الإطار، ولهم حتى الآن لم يوافقوا عليه ولم يرفضوه، لكن يعني فجأة وبعد أن تم تقديم هذا الطلب حول موضوع اللجنة هذه التي ستراجع موضوع الشكاوى، عادت الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة 5+1 إلى تعديل هذا الطرح من جديد بشكل يعني يكون في الضمانات الإيرانية غير موجودة وغير واضحة. أيضا يعني هناك تجديد في خلايا الأزمات التي تنتج، وكأنه يعني عندما يحاولون رتق الأمر يفتق من جانب آخر، ولهذا يعني حتى الآن يمكن القول بأن التفاؤل بالوصول إلى اتفاق قبل يوم 7 من تموز يوليو
هو تفاؤل بسيط جدا، ربما هذا الأمر يطول أكثر فأكثر مع اتضاح بأن الهوة لازالت واسعة وكبيرة، لكن هناك محاولات، هناك محاولات من أكثر من طرف، وهذه الأطراف ربما هي خارج الإطار المتوقع، لكنها تحاول قدر الإمكان بحسب ما علمنا من مصادرنا المتابعة للمفاوضات عن كثب. نعم علي، ولكن التطور الجديد هو بعد زيارة أمانو لطهران وتوجهه إلى فيينا، وهنا سأتوجه إليك محمد حسن البحراني، إذن ما هي نتائج هذه الزيارة التي قام بها يوكي أمان، وخصوصا أن السيد رضا نجفي مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول كانت زيارة بناءة جدا وإيجابية؟ نعم حقيقة تصريحات، عفوا أهلا بك وفاء، وأهلا بالمشاهدين الكرام. حقيقة تصريحات كمال وندي كما هي تصريحات يوكيو أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحات يمكن وصفها أنها عمومية لم تدخل بالتفاصيل، لكن في كل أحوال هذه الزيارة كانت مهمة على الأقل بإقرار الجانبين الإيراني ويوكيو أمانو أيضا في نفس الوقت هذا اليوم بأن هناك نجاحا ما قد تحقق، ربما كان نجاحا نسبيا. في كل أحوال الزيارة كانت يمكن وصفها بأنها ناجحة، حققت نتائج مفيدة مهمة، لكن كما قلت وفاء هي الكلام في العموميات، لم يدخل الجانبين في التفاصيل ما الذي اتفق عليه، لكن الذي رشح من المفاوضات حسب كمال وندي صباح اليوم لبعض وسائل الإعلام الإيرانية قال أننا اتفقنا على وضع جدول زمني لتسوية ما بقي من المسائل العالقة التي كانت في الماضي. طبعا نحن نعلم وفاء أن هناك يعني مسألتان ما تزال عالقتان بين الوكالة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأولى تتعلق بتفجير تزعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه قد حصل في مدينة مريوان شمال إيران قبل عدة سنوات، والثاني بأحد البحوث المرتبط ب يعني التخصيب وصناعة القنابل الذرية، هو بحث نظري بحث، لكن أغلب المسائل تمت حلحلتها. في كل الأحوال زيارة أمانو يمكن أن نقول عنها أنها بحثت مستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هناك لقاء كان مع الرئيس روحاني ولقاء مع علي شمخاني أمين مجلس الأعلى للأمن القومي، ويبدو أن الجانبين قد توصلا إلى صيغة أفضل لهذا التعاون في المستقبل، لا سيما ما يرتبط الأمر بالمساحة أو التسهيلات. نعم التي ستمنحها إيران لمفتشي الوكالة، ماذا يفتشون، ما هو الممنوع، ما هو المسموح. في كل الأحوال إيران أبدت استعدادها يعني إبداء أقصى درجة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار البروتوكول ملحق شرط أن لا تمس مهمات التفتيش. إذا نفهم محمد أن إيران لا تزال متمسكة بموقفها وبعدم تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، ولكن كانت زيارة فقط، ده لم تدخل في التفاصيل بل بقيت في العموميات. محمد حسن البحراني مدير مكتب الميادين في طهران، أشكرك جزيل الشكر، كما أيضا أشكر مفدنا إلى فيينا علي هاشم، شكرا جزيلا لكما. في موقف لافت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ترحب بتشكيل قوات عربية مشتركة لمحاربة داعش، ويمكن أن تقدم لها الدعم السياسي والقانوني عبر الأمم المتحدة. لافروف أضاف أن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تشكيل تحالف ضد داعش تدعو إلى توحيد جهود الجميع بمن فيهم الحكومة والمعارضة في سوريا ودول المنطقة. إلى الجزائر، حيث مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات السياحة والسفر تطلق حملات دعائية لمواجهة الإرهاب الذي ضرب تونس، وتدعو الجزائريين إلى تغيير وجهتهم السياحية إلى تونس وغزو فنادقها وأحداث ثورة سياحية بعد شهر رمضان الكريم. أسامة عبد النور والتفاصيل. الجزائريون يتضامنون مع تونس وسياحتها في مواجهة الإرهاب. حملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية دعت إلى مواجهة الإرهاب الذي ضرب السياحة التونسية بعدما قرر عدد كبير من الجزائريين من محبي السياحة إلغاء رحلاتهم وتغيير وجهتهم باتجاه البلد الشقيق الجريح جراء آفة الإرهاب. الجزائريين متوجهين كلهم لتونس،
التسجيلات اللي عندنا راهي كما هي ما تغير فيها حتى شيء. بعد الحادثة هذه كل شيء أو يمشي بصفة عادية. من جهتها قررت جمعية الكشافة الإسلامية في الجزائر إقامة مخيمها الصيفي لقادة المجموعات في تونس بعدما كان مبرمجا في إسبانيا. ما عندنا حتى مشكل يعني كنروحوا لتونس ما عندناش خوف ولا لأنه احنا كجزائريين نعرفوا أشقائنا التوانسة وعلى بالنا باللي راهم رايحين يستقبلونا بحافة ويعني ما عندنا ماناش خايفين أنا رايحين وأنا مصممين والحجز يعني راه رانا يعني مع الحجز وما عندنا حتى مشكل. الشارع الجزائري تأثر بالهجوم الإرهابي الذي شل عصب الاقتصاد التونسي وأجبر السياح على المغادرة بعيدا عن الاستفادة من العروض المغرية، فيما يعتبر آخرون أن السفر إلى تونس في هذا التوقيت يشكل دعما معنويا لأشقاء عرب وتحديا للإرهاب وهمجيته. ضربة وعرة جات للتوانسة ورانا متضامنين معاهم. راح نجوز العطلة تانا عادي اللي راح نعيش حياتنا بطريقة عادية وش راهم يديروا ما يخوفوناش. طغى تفاعل الشارع الجزائري مع حملة إنقاذ الموسم السياحي في تونس على حملة أخرى كانت أطلقتها وزارة السياحة الجزائرية شعارها تعرف على بلدك أولا. هبت الشباب الجزائري عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمؤازرة التونسيين وإنقاذ الموسم السياحي في هذا البلد الجاري والشقيق نابع من قناعة تاريخية ترجع لحقبة استعمارية امتزجت دماء الشهداء الجزائريين بإخوانهم التونسيين. فأمن الجزائر من أمن تونس كما يقال. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. وفي تونس مائدة إفطار دولية في ساحة القصبة بمشاركة نحو 1000 شخص من مختلف الأديان والجنسيات. تظاهرة جددت تمسك تونس بالاحتفاء بالقيم النبيلة للتسامح والتضامن الكوني بعد أيام فقط من مجزرة سوسة. بلال مبروك. في منتصف الشهر الفضيل مائدة إفطار جماعي لأكثر من 1000 شخص من مختلف الجنسيات والأديان. برغم تهديدات الإرهابيين كسبت الجهة المنظمة الرهان ونجحت في تجميع ضيوف تونس على مائدة واحدة. التظاهرة هذه مبرمجة عندها تعدد وقت ومبرمجة من قبل 26 جوان وإحنا لحينا كونها تتواصل وكانها تقع باش نبرزوا أن مهما كانت الأعمال الإرهابية منش من دخولها وش نبرهنوا وأن باش نوصلوا في العمل وفي النشاط متاعنا. ترحما على أرواح الشهداء. التنوع الإثني والاختلاف الديني في تونس ضاربان في القدم. أغلبية مسلمة تتعايش منذ قرون مع المسيحيين واليهود وغيرهم ولن يفلح الإرهابيون في ضربها، فالدين لله وتونس للجميع يقول الحاضرون. سلاح الإرهاب هو سلاح نفسي يريد أن يؤثر على إنجازنا ويريد أن يزعجنا ويخيفنا، نقول لهم هذا لم تنجحوا فيه ولن تنجحوا أبدا. ما نراه الليل جميع الديانات ديانات المختلفة بمحبة وبأخوة يعيشون معا لحظات جميلة، فهذا يدل بأن بإمكاننا أن نعيش بمحبة وبسلام. ما دخل العنف شيئا إلا شانع. التظاهرة تعقد بعد أقل من أسبوع على مجزرة سوسة. ضيوف تونس بدأوا مصرين على معاضدة الشعب التونسي في مواجهة الإرهابيين. اختلفت أديانهم وتعددت جنسياتهم لتوحدهم مائدة شهر رمضان وقيم التسامح ينبذ العنف في أيام الشهر الفضيل. بلال مبروك، تونس، الميادين. أهلا بكم. توقع كل من رئيس الحكومة اليونانية أليكسي تسيبراس ووزير المال يانيس فاروفاكيس أن يصوت اليونانيون ضد شروط الدائنين الدوليين في الاستفتاء المقرر يوم الأحد. وأكد المسؤولان اليساريان أن الحكومة تنوي التفاوض على اتفاق جديد مع دائنها إذا صوت المواطنون بلا رفضا للشروط الحالية. أما إذا كان التصويت بنعم فتستقيل الحكومة الحالية وتتفق مع الطاقم السياسي الذي يليها على خطوط عريضة للسياسة الاقتصادية. إلى ذلك أعلن صندوق النقد الدولي أن اليونان تحتاج إلى مساعدات إضافية بقيمة 36 مليار يورو ما يستوجب الموافقة على خطة الدائنين الدوليين. وأكد الصندوق أن حاجات البلاد التمويلية الشاملة تفاقمت بعد تغييرات سياسية مهمة في إشارة إلى النهج الذي تعتمده الحكومة اليسارية الحالية. وكشف صندوق النقد عن تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 2.5%.
من جهته حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أن موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها سيضعف بشكل كبير في حال صوت اليونانيون ضد شروط دائنين في الاستفتاء المقرر يوم الأحد. ويذكر أن هذا الاستفتاء يهدف إلى التصويت على خطط المساعدة التي عرضها الدائنون الدوليون وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي كانت وما تزال موضع بحث. والموافقة على هذه الخطة هي الشرط الأساسي لحصول أثينا على مساعدات مالية تساعدها على تسديد ديونها. من جهة أخرى، توصلت شركة بي بي إلى تسوية مع 5 ولايات أمريكية تقع في خليج المكسيك تدفع بموجبها الشركة النفطية البريطانية 18.7 مليار دولار كتسوية للكارثة البيئية التي حدثت في الخليج عام 2010. وقالت بي بي إن الاتفاق يغطي مطالب الولايات التالية: ألاباما، فلوريدا، لويزيانا، ميسيسيبي وتكساس، وهي تحملت نتائج انفجار منصة ديبوتر هوريزون منذ 5 أعوام، ما أدى إلى تسرب نفطي هائل يعتبر الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. قررت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إلغاء أكثر من 1000 وظيفة إضافية في سياق المساعي لادخار 800 مليون جنيه استرليني، أي ما يقارب 1.1 مليار يورو. وكانت الإذاعة قد ألغت في السنوات الأخيرة آلاف الوظائف وباعت 40% من ممتلكاتها غير المنقولة وقلصت تكاليفها الإدارية. وتشير دراسة إلى أن الثورة الرقمية وتعدد أساليب مشاهدة التلفزيون خفضت عائدة الرسوم والاشتراكات بمقدار 150 مليون جنيه استرليني بسبب لجوء المشاهدين إلى وسائل مجانية لا تستلزم تسديد الرسوم السنوية لبي بي سي. وافق البرلمان الصيني على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس. هذا البنك سيمول مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء، أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى اقتصادات نامية أخرى. ويذكر أن التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب أعضاء المجموعة تم في 15 تموز/يوليو من العام الماضي، ويبلغ رأس المال الأولي المصرح به 100 مليار دولار، وسيكون المركز الرئيس للبنك في شانغهاي. أيضا الصين أبرمت عقدا لشراء 75 طائرة إيرباص من طراز A330 بقيمة 18 مليار دولار. وتأتي هذه الصفقة على هامش زيارة رئيس الحكومة الصيني لكي تشيانغ لفرنسا، وتشمل طلبية مؤكدة لشراء 45 طائرة وبروتوكولا لشراء 30 طائرة إضافية. وأثناء زيارة رئيس الوزراء الصيني يفترض توقيع ما لا يقل عن 53 اتفاقية في مجالات أخرى مع فرنسا. تدرس الكويت إصدار سندات لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وأوضح وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن بلاده قد تسحب من أصولها في صندوق ثروة السيادي الذي يحوز أصولا قيمتها 548 مليار دولار. وكانت ميزانية الكويت للعام الحالي قد سجلت عجزا بلغ 23 مليارا و200 مليون دولار، سببه الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقع الحاضرون في حوار صخرات الأخير على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية في غياب وفد المؤتمر الليبي المنتهي ولايته. المؤتمر من جهته وعد الحضور لكنه لم يحدد موعدا له. ومجلس النواب مع المبعوث الدولي أبقيا على الدعوة مفتوحة لإتمام توقيع الاتفاق، إلا أن أطرافا عسكرية وشعبية في طرابلس أعلنت رفضها الكبير له. التفاصيل في التقرير التالي لدلول حديدان. في خطوة غير اعتيادية وبأقل من الأحرف الأولى، وقع الحاضرون في جولة الصخيرات الأخيرة على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية. بصيغة من حضر، كان التوقيع في غياب المؤتمر الليبي العام المنتهية ولايته أحد طرفي الصراع في ليبيا الذي وعد بالالتحاق من دون أن يحدد موعدا. هناك توافق بين أعضاء الحوار بشأن نص المسودة الرابعة، ونحن ندعو ممثلي المؤتمر الليبي في طرابلس للالتحاق من الأسبوع المقبل. الأمل لا يزال حاضرا كعادته في خطاب ليون ما دامت دعوته مفتوحة إلى المؤتمر الليبي، وهي الدعوة ذاتها التي يوجهها إليه نظيره في طبرق. كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا ويتماشى مع الروح السائدة في المجتمع الليبي والتوافق للاتفاق، بعيدا عن الدعوات الداعية إلى استمرار الحرب والفرقة والإقصاء، وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي.
كثيرة هي المسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الشعب، ففي طرابلس خرج العشرات يشدون على يد المؤتمر الليبي بأن لا يعاود الذهاب مرة أخرى إلى الحوار، إذ بات خيانة لمبادئ ثورة 17 من فبراير وفق رأيهم. لا لا للحوار والشرعية للدوار. قوات فجر ليبيا والنواب المقاطعون لمجلس طبرق المعترف به دوليا يطالبون المؤتمر بالانسحاب من الحوار نهائيا. المسودة الرابعة حصرت الصلاحيات التشريعية والأمنية بيد مجلس النواب المعترف به دوليا، ما يعني أن المؤتمر الليبي المنتهية ولايته ليس شريكا إلا على الورق، وأن الفترة الانتقالية المقدرة بنحو سنة ستكون اليد الطول فيها لحكومة البيضاء والجيش الذي يرأسه خليفة حفتر، وهو مشهد سيوتر العلاقة أكثر ويشحل الأجنحة العسكرية ضد بعضها بعضا في الشرق ببنغازي والغرب في طرابلس وفق ما يرى مراقبون. فريق المستقلين في حوار الجزائر من جهته أعلن دعمه وقبوله مشروع الاتفاق السياسي، رغم أنه ليس مثاليا. المثالي بالنسبة إليه الآن هو إنهاء الصراع أو كبح جماحه على الأقل، وإيجاد مساحة تبنى فيها مؤسسات الدولة ولا يخترق فيها الرصاص عباءة القانون. أهلا بكم. خرج جوزيف بلاتر عن صمته وقالها بالفم الملآن: لا أحد يمكنه وضعي في السجن بسبب ترأسي للاتحاد الدولي لكرة القدم. رئيس الفيفا كشف لصحيفة بونت الألمانية أن الهجمة ضده تقودها ألمانيا وإنجلترا. بلاتر أكد أنه لم يستقل بل وضع استقالته بتصرف الكونغرس بانتظار انعقاد الاجتماع الاستثنائي في فبراير من العام المقبل. رد السويسري على نية دييغو مارادونا الترشح للرئاسة بقوله بل رد بقوله: ترأس الفيفا ليس بسوق خضار من السهل الدخول إليه. الوقوف على منصة تتويج كوبا أمريكا هدف منتخبي البيرو والباراغواي حين يلتقيان الليلة في منافسة حامية لخطف المركز الثالث. التشكيلة البيروفية قد تفتقد المهاجم جيفرسون فارفان بسبب الإصابة في كاحله، علما أن اللحظات الأخيرة ستؤكد مشاركة لاعب شالكي الألماني من عدمه، وذلك رهن بقرار الجهاز الطبي. المدرب ريكاردو غاريكا أكد غياب المهاجم الآخر كلاوديو بيسارو بسبب شد عضلي. يذكر أن منتخب البيرو أحرز سابقا اللقب في 6 مناسبات كان آخرها نسخة عام 2004. أما منتخب الباراغواي فسيكون في مهمة تلميع صورته بعد الخسارة بسداسية أمام الأرجنتين. المدرب رامون دياز توقع للأرجنتين الفوز في المباراة النهائية لكون تشيلي لا تملك أي فرصة أمام نجوم بحجم ليونيل ميسي. يذكر أن الفائز بالمركز الثالث سيحصل على جائزة تبلغ 2 مليون دولار ومليونا واحدا لصاحب المركز الرابع. تدعيمات اي سي ميلان للموسم الجديد تتواصل بوتيرة سريعة. جديد النادي الإيطالي التعاقد مع مهاجم شختار دونيتسك لويز أدريانو. اللاعب البرازيلي وقع على عقد لمدة 5 سنوات من دون الكشف عن القيمة المالية، فيما قدرت وسائل أعلام إيطالية صفقة بقيمة 8 ملايين يورو. ابن 28 عاما سجل 9 أهداف في دوري الأبطال الموسم الماضي، وبات ثاني مهاجم ينضم إلى النادي اللومباردي بعد الكولومبي كارلوس باكا لاعب إشبيليا. بعد صدق توقعاتها بفوز اليابان في جميع مبارياتها، الببغاء أوليفيا تتوقع فوز منتخب الكمبيوتر بلقب كأس العالم للسيدات على حساب الولايات المتحدة. صاحبة الأعوام 10 المتواجدة في اليابان تجاهلت العلم الأمريكي، توجهت مباشرة إلى علم اليابان وسلمته إلى الحارس، أشارت بذلك إلى فوز الساموراي في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل. في التنس فاجأ رافائيل نادال الجميع بخروجه من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون أمام الألماني داستن براون. النجم الإسباني سقط أمام المصنف الثاني بعد 100 3-1. نادال يعيش أسوأ أيامه في مسيرته الاحترافية، فقد فشل في التأهل إلى أبعد من ربع النهائي في البطولات الأربع الأخيرة. الماتادور وردا على سؤال حول اعتزاله الكرة الصفراء قال إن العامين المقبلين سيكونان حاسمين. التأهل إلى الدور الثالث كان من نصيب أندي ميري بعدما تخطى بسهولة منافسه روبن هاس ب3 نظيفة. اللاعب الاسكتلندي ضرب موعدا في الدور المقبل مع الفائز من موقعة أندري السيبي وبورنا كورتش. أما لدى السيدات فلم تجد بيترا كفيتوفا أي مشكلة في تخطي منافستها اليابانية كوروم نارا بمجموعتين نظيفتين. النجمة التشيكية تخوض حملة الدفاع عن لقبها وقد حجزت مقعدها في الدور المقبل في أقل من ساعة. الانتصار كان حليف الدنماركية كارولين فوزنياكي الفائزة على التشيكية دينيزا أليرتوفا
بمجموعتين لواحدة. ومن الرياضة إلى فقرتنا الأخيرة في الظاهرة، فقرة الماضي الحاضر.